بعث صاحب السمو الملكي الامير خليفه بن سلمان الخليفه رئيس الوزراء الموقر حفظه الله برقيه تهنئه الى اخيه صاحب الجلاله الملك محمد السادس ملك المملكه المغربيه الشقيقه بمناسبه ذكرى استقلال بلاده عبر سموه فيها عن اطيب تهانيه وخالص تمنياته لجلالته بموفور الصحه والسعاده وللشعب المغربي الشقيق المزيد من الرفعه والتقدم في ظل قياده جلالته الحكيمه مشيدا صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المقر في برقيته بعمق ومتانة العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين في جميع المجالات كما بعث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظه الله برقية تهنئة مماثلة إلى أخيه معالي السيد عبد الإله بن كيران الوزير الأول بالمملكة المغربية الشقيقة بهذه المناسبة الوطنية